السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم اليوم واحد المقال لفت انتباهي في جريدة العمق بعنوان أخنوش الملك أكد لمن كان يحتاج إلى تأكيد أنه لا تفاوض حول مغربية الصحراء. قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء تميز كما هي العادة بالوضوح والصراحة والصرامة، وتميز أيضا بالروح إيجابية وبالتوجه نحو المستقبل. وأضاف أخنوش أن الخطاب الملكي وضع النقط على الحروف بخصوص مستجدات ملف وحدتنا الترابية، مع التأكيد لمن كان يحتاج إلى تأكيد أن المغرب لا يتفاوض حول مغربية الصحراء، وإنما بحثاً عن حل هذا النزاع المفتعل. هذا المسار يضيف رئيس الحكومة يحصل بمرور الوقت على مزيد من الدعم والتأييد على المستوى الدولي، مضيفا أن الملك ذكر بالمكاسب الدبلوماسية المهمة التي تحققت، وأكد أن هذه الدينامية لن تتوقف. وزاد أخنوش أن الملك تطرق إلى مسلسل التنمية في الصحراء المغربية والمنجزات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، والتي انعكست بالملموس على المعيشة اليومي لسكانها. وهذا طبعا كما قال الملك تحقق بفضل شركاء دوليين وقطاع خاص مغربي وطني يعمل كل ما بوسعه للمساهمة في هذا النماء وفي جعل الأقاليم الجنوبية قطبا حقيقيا لجلب الاستثمار والتطور الاقتصادي. إضافة إلى كل هذا، يضيف رئيس الحكومة لابد من الوقوف عند الرسالة التي بعث بها المواطنون المغاربة في أقاليمنا الصحراوية خلال الاستحقاقات الانتخابية ل 8 شتنبر 2021، وهو ما تجلى في نسبة المشاركة القياسية في الجهات الثلاث. وشدد أخنوش على أن هذا في حد ذاته رد كافي على خصوم وحدتنا الترابية، ويحسم النقاش حول الممثلين الشرعيين للمواطنين في الأقاليم الصحراوية بعيدا عن افتراءات الخصوم والأعداء. كما أكد أن المغرب دولة مسؤولة وتحترم التزاماتها الدولية وتتمسك بالسلام وتسلك الطرق الدبلوماسية للدفاع عن صحرائها، مشيرا إلى متمنيات الملك الشعوب المغاربية الازدهار والاستقرار، وهي رسالة قوية تؤكد حرص المغرب وحرص الملك على وحدة شعوب المنطقة وما تستحقه من تطور وارتقاء بأوضاعه. في أمان الله، إلى اللقاء.